طب يا شباب نكمل، احنا خلصنا مرفوضة اللينكد ليست ويز السايز وويزاوت السايز. المرة دي هنخش على اللينكد ستاك، والفيديو اللي جاي اللينكد كيو. ماشي، اول حاجة انت هنا في الستاك دوت اتش تعرف الديفينيشن برضو بتاعها عادي. همشي كلها بنفس الشكل بتاع اللي فاتت علشان برضو الدنيا متلخبطش قوي. اول حاجة هتعمل تايب ديف للانتجر، هنسميه انتري تايب هنستخدمه. بعديها هتعرف النود بتاعتك زي ما احنا متعودين، النود هتبقى عبارة عن الانفو والنكست. الانفو عبارة عن انتري تايب من النوع انتري تايب اللي احنا هنشتغل عليه طول الوقت، والنكست هيبقى عبارة عن بوينتر على حاجة من نوع الاستراكت نود علشان هو هيشاور على النود اللي بعديها. تمام، وهنسمي الاستراكت دوت نود كابيتال. طيب وبعدين تايب ديف الاستراكت اس تي هنسميه ستاك، هيبقى اسمه ستاك، هندهله بستاك. هعرف جواه بوينتر اسمه توب اللي هو نود هيشاور على حاجة من النوع نود، و ده بالظبط اللي كان موجود هناك في في الليست اسمه هيد. حلو، وهنعرف برضو السايز علشان نتحكم في السايز برضو، بلس بلس عند البوش وماينس ماينس عند البوب، والفانكشن بتاعت السايز نعمل ريتيرن سايز وخلاص. ماشي، هيبقى عندنا كريت ستاك، ستاك فول وستاك امبتي. طبعا الفول احنا زي ما قلنا هتريترن الزيرو على طول عشان ده لينكد، اي حاجة دايناميك ميموري او اي حاجة لينكد هتريترن الزيرو لو هي انت بتسأل عن اذا كانت فول ولا لا، عشان هي عمرها ما هتبقى فول. تمام، عندك في بوش وفي بوب والستاك سايز واخر حاجة كلير الستاك. طيب تعالى نمشي بقى على الفانكشنز واحدة واحدة. اول حاجة انت هنا هتعمل ايه؟ هتعمل الكرييت، كرييت الستاك. في حاجة مهمة، النال لو انت هتساوي اي حاجة بنال ممكن يقولك ايرور. ليه؟ علشان النال موجودة في library اسمها std lib اللي هي الستاندرد library، فانت لازم تعمل لها هاش انكلود علشان النال تبقى جواها. يعني انا لو شلت دي وجيت ران هيجيب لي ايرور عند النال. حطيتها ورنيت هيرن طبيعي عادي جدا، فلازم النال تبقى عامل لها هاش انكلود في الستاندرد library. طيب نكمل، كريت ستاك هتبعت لها الستاك عادي بالريفرنس عادي جدا، وهتقول لها ان الاس اكسس توب هتساوي نال، والسايز الاس اكسس سايز هتساوي زيرو. يعني هنا دي هتشاور على نال ودي هتساوي زيرو. ماشي، وبعدين عندك الستاك ام تي، قلنا طبعا ان هي هترجع لك اذا كانت السايز بزيرو لا ولا لا، لو بزيرو تبقى ام تي، لو غير كده تبقى لسه فيها حاجه، فيها elements او فيها nodes. بعديها الستاك فول هنرتين زيرو على طول عشان زي ما قلنا هي دي عبارة عن dynamic، فمش مش هيبقى في مجال ان هي تتميل على الاخر الا بنسبة قليلة جدا. طيب وبعدين البوش، هو الفانكشنز هنا صغيرة يعني غير لما كانت في الليست، عشان في الليست انت بتحطها في position معين فلازم تتحكم في اللي قبليها واللي بعديها، وده يمسك ده وده يمسك ده، فهنا الدنيا اسهل شويه عشان انت بتتعامل في التوب بس اللي هو اول حاجه عندك او البوينتر اللي بيتشاور عليه في الاول وخلاص، النود اللي مشاور عليه في الاول وخلاص اللي هي دي. طيب اول حاجه احنا دلوقتي عملنا ان هي بتشاور على نال. اول حاجه هعرف له نود، نود جديده هسميها نود استرك بي، وديت هتبقى عباره عن مكان في الميموري محجوز بالام الوك، واخده السايز بتاع النود، معمول لها كاستنج عشان ما ترجعليش بفويد عشان هي في الديفولت بتاعتها بترجعلي بفويد، فعمل لها كاستنج ان هي تبقى حاجه بوينتر لنود، وهساوي الاستريك بي بيها. طيب وبعدين هقول له ان البي اكسس انفو، يعني دلوقتي انا عملت عندي نود جديده، تعالوا نعملها، نسيت اعمل النود دي هنا مثلا اهي، وهقول له ان البي اكسس انفو هيساوي ال E اللي انا مدخلها له ال element بتاعي. طيب دي اللي هي ال B. ماشي، وبعدين بعديها اقول له ان ال B access next هيساوي ال S access top. طيب ده معناه ايه؟ معناه ايه بقى؟ ده كده دي اسمها S، ده ال struct اللي اسمه S اللي هو بتاع ال stack بتاعي. تعال نغير اللون عشان تبقى واضحة، اسمها اس.
حلو، ودي اللي اسمها بي. فانا بقول له ايه؟ انا بقول له ان البي اكسس نيكست هتساوي الاس اكسس توب. طب التوب هنا دلوقتي بيشاور على ايه؟ بيشاور على نال. فانا كده بقول له تعالى، او بلاش نروح لغايه هناك، هنا كده بقول له ان البي اكسس نيكست ديت بتشاور على نال. طيب وبعدين بعديها بقول له ان الاس اكسس توب هتساوي البي، يعني بدل ما هي بقى بتشاور على نال، لا هتساوي لي البي. يعني بص، البي اكسس نيكست هتساوي الاس اكسس توب، يعني انا كده خلاص خليت البي بتشاور على نال. ده لو هي فعليا اول نود، ها ده لو هي اول نود. طيب وبعديها اقول له ان الاس اكسس توب هتساوي البي، يعني شاور لي بقى بالطب بتاعك على البي اللي دخلت لك ديت عشان هي دلوقتي اول نود. طيب تعالى نترسها تاني، بس ان هي بقى مش اول نود، ان هي هتتحط مثلا بعد النودز دي كلها. هنقول ايه؟ عايزين نحطها. طيب في الستاك بتتحط الحاجة فين؟ على طول بتتحط في التوب، يعني المفروض دي تيجي تتحط هنا والتوب يجي يمسك فيها كده، تبقى هي فعليا اول واحدة وهي بتشاور على اللي كان بيشاور الطب عليها وهكذا. طيب هنعملها ازاي؟ اول حاجة هقول له ان دي البي زي ما احنا عارفين ودي الاس. طيب هقول له اول حاجة ان البي اكسس نيكست، طبعا انا عرفتها، يعني تعالوا هنا انا عرفتها، عملت الام الوك وخلاص، عملت النود وكل حاجة وحطيت فيها الانفو، وهقول له نفس الكلمتين برضو، ان البي اكسس نيكست، البي اكسس النكست هيساوي الاس اكسس توب. طب الاس اكسس توب دلوقتي بتشاور ايه؟ دلوقتي ما بتشاورش على نال بقى، دلوقتي انا عندي حاجات اهو بتشاور لي على النود دي. حلو، نمسح الكلام ده طيب عشان ما يلخبطش. دلوقتي بتشاور لي على النود دي، ما بتشاورش على نال، ده التوب بتاعي وده اللي تحتيه وده اللي تحتيه وده اللي تحتيه وهكذا. طيب وبعدين بعديها هقول له البي اكسس نيكست عايزه يساوي الاس اكسس توب، يعني تعالي شاوري لي على النود دي. حلو، دلوقتي البي بقت بتشاور لي على النود اللي عندي دي. طيب وبعدين عايز اقول له بقى ان البي اكسس توب يشاور لي على البي، فبرضه نفس الموضوع، اقول له ان البي اكسس توب ايكوال بي. فدي بقت اول واحده موجوده عندي في الستاك، وبعديها يعني دي اللي بقت فوقيهم كلهم، اعتبرها كده، بص عليها يعني اقلب كده 180 درجة، هتعرف دي اللي تحت، دي فوقيها، دي فوقيها، دي فوقيها، دي فوقيها، وحطينا دي بعديهم فوقيها، والتوب بيشاور على اخر واحد. ده اللي احنا عملناه بالظبط، يعني بي اكسس نيكست ايكوال اس اكسس توب، وبعديها الاس اكسس توب ايكوال البي. فدلوقتي خلاص ان الاس اكسس توب اللي هي التوب بتاعتنا بقت بتشاور على البي اللي هي النود الجديدة، فخلاص كده بقى مكانها موجود. وبعدين اقول ان السايز الاس اكسس سايز بلس بلس، ماشي. البوب، البوب هنا نفس الكلام، هقول له ان انا هبوب منين اولا؟ تعالى بقى نشيل الكلام ده هنا، دي كمان نمسح ده. والمفروض ان التوب عندي بتشاور على ايه؟ بتشاور على النود دي، ماشي. والسايز عندي ادي 0 1 2 3 4، يعني السايز عندي دلوقتي ب4. خد بالك احنا في البوش عملنا سايز بلس بلس، تمام، كل مرة نعمل بوش هنعمل سايز بلس بلس. حلو، طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل بوب، هنعمل بوب لإيه؟ لدي طبعا، دي آخر دخلت، دي آخر واحدة دخلت عندي. أنا الزيرو والوان والتو والثري والفور ديت كاعتبار اندكس، لو أنا يعني لو أنا لو أنت شايفها كده بمنظر أري، لكن أنا دلوقتي يعني مش هتعامل بيها غير في مثلا في كلير ستاك، او لا مش هتعامل بيها اساسا، مش هتعامل بالارقام، مش هيبقى عندي سايزات غير ما هناك كنا في الليست بنعمل اي والاي ايكوال 0 والاي اصغر من البوزيشن ماينس 1 والكلام ده. لا انا هنا بتعامل عادي عشان انا ما بمشيش على اللينك دي كلها او على الستاك ده كله، انا بتعامل مع اول ايلمنت، بحط هنا وبرضه بطلع من هنا. تمام نكمل. فدلوقتي انا عايز اشيل الاليمنت ده، طب ايه اللي المفروض اعمله؟ المفروض اخلي الطب هيشاور على اللي بعده، اخد منه القيمه اللي انا عايزها واعمل له فري، صح كده، خلص الموضوع. طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل. عرفت بوينتر، طيب
وهقول له ان الاسترسك اي ايكوال اس اكسس توب اكسس انفو، بمعنى ادي الاسترسك اي، ادي الاسترسك اي هتساوي، يا ما نعمل كده، هتساوي الاس اكسس التوب اكسس الانفو، يعني ده هيساوي الانفو اللي هنا. ماشي، وبعدين الخطوة اللي بعديها ايه اللي هيحصل؟ الخطوة اللي بعديها هيقول لك ان الكيو ايكوال اس اكسس توب، يعني انا هجيب لي بوينتر سميه كيو وهحطه هنا اهو، مش على النكست، على النود كلها. تمام، واقول له الاكس الاس اكسس توب هيساوي الاس اكسس توب اكسس نكست. طيب هنا دي بيبقى ليها كذا شكل، يعني الاس اكسس توب ديت انا ممكن اشيلها واحطها كيو، تشتغل او تشتغل. طب ازاي؟ ما الكيو هنا بتساوي اس اكسس توب، فكأني مثلا عملت ان الاكس بتساوي 10، تحت انا ممكن اكتب يا اما 10 يا اما اكس، مش فارقه كتير. فانا قلت له ان الكيو بتساوي اس اكسس توب، فانا هنا ممكن اكتب اس اكسس توب او ممكن اكتب الكيو، فانا اكتبها اس اكسس توب، يعني دي هي دي اللي الكيو دلوقتي بتساويها. حلو حلو. طيب فاقول له ان الاس اكسس توب، يعني التوب اللي عندي ده دلوقتي عايزه يساوي ايه؟ يساوي الاس اكسس توب فعلا اكسس النكست، يعني ادي الاس والتوب بتاعته دلوقتي عايزها تساوي هي برضو اللي هو التوب بتاعها بعديها النكست اللي هو ده، يعني انا عايز التوب تشاور هنا من الاخر. طب اعمل عندك بطريقتين، يا اما زي ما بقول لك الاس اكسس توب، يا اما عشان ما تتلخبطش شيل الاس اكسس توب ده وقول له الكيو. الكيو دلوقتي بتشاور على ايه؟ على اول نود، فانا اقول له ان الاس اكسس توب هتساوي الكيو اكسس نكست، يعني الكيو على النكست ده هيقوم موديني برضه على النود اللي بعديها، نفس الطريق نفس الموضوع. بس فدلوقتي كل اللي حصل عندي ايه؟ ان التوب بقى بيشاور على دي، ده هنا التوب، وهنا بقى في بوينتر ماسك دي اللي هو الكيو. اما اعمل لها فري، اعمل فري للكيو وبس، التوب بقى عندي هنا وخلص الموضوع. اعمل فري للكيو، انا اقص السايز بتاعي ماينس ماينس، والتوب بقى عندي هنا. نفس الموضوع المرة الجاية، الكيو هتيجي هنا تمسك لي النود دي، هقول له التوب خليه يروح على اللي بعديها، سواء بقى الاس اكسس توب اكسس نكست او الاس اكسس توب ايكوال الكيو اكسس نكست اللي هي دي، تخش على اللي بعديها، فالتوب بقت واقفة عندي هنا. واعمل فري للكيو برضه هتروح مني وخلاص خلص الموضوع. ماشي، اللي بعديها كده خدنا البوش والبوب. الفيديو مش هيبقى طويل خالص عشان خلاص انت كده المفروض فاهم الكلام ده كله، انا طولت اوي في اللينكد ليست، حاول افهمك الموضوع والاكسس وده رايح فين وده جاي ازاي وهكذا. طيب الكلير ليست كل هقوله له، هقول له هعرف له برضه بوينتر هيمشي المفروض من الاول، هقول له وايل الاس اكسس توب. انا كنت بعمل ايه في البوب؟ قول لي كده، انا كنت بعمل، يعني هي دي تعتبر ان انا هفضل اعمل بوب لغايه لما اوصل للنال. انا كنت بعمل ايه في البوب؟ بعمل هنا بوينتر اسمه كيو، يمسك له النود دي، وبعد كده بودي التوب على اللي بعديها، واقوم عامل فري للكيو، صح كده؟ نفس الموضوع بالظبط، بس هوقف اللوبه دي امتى؟ اول ما التوب بتاعي يوصل للنال. طب انا لو التوب وصل للنال خلاص، انا ما عنديش elements تانية او ما عنديش نودز تانية اعمل لها امسحها يعني. ف هقول له while ان الاس اكسس توب دي قلنا معناها ان هي نوت ايكوال نال، هقول له نفس، هتلاقي نفس الكلام اللي مكتوب هنا بالظبط، الكيو ايكوال اس اكسس توب، والاس اكسس توب ايكوال الاس اكسس توب اكسس نكست، او زي ما قلنا هنا ممكن نعملها اس اكسس توب ايكوال كيو اكسس نكست، نفس الموضوع. دي هي الكيو، فيا اما احط الكيو مكانها يا اما احط الاس اكسس توب، واقول له فري للكيو واقول له سايز ماينس ماينس، وخلص الموضوع على كده. ده كده الفانكشنز بتاعت ايه؟ بتاعت الاستاك، الفانكشنز الاساسية يعني. طيب تعالوا نتريسها هنا كده في المين. في المين انا عملت ايه؟ عملت variable اسمه اس من النوع الاستاك، وعملت له create، وهقول له entry type e، وهقول له for ال int i equal 0 وال i اصغر من 5. لو تلاحظ زيها بالظبط شبه اللينكد، عشان بس ما اطولش ان انا اعمل تركاية او اي حاجة تبقى الدنيا مفهومة يعني. ان شاء الله ممكن نبقى نشوف بقى الموضوع ده في الشتات. هقول له سكان ويحط لي 5 ارقام، بوش بوش بوش، كل دوت فين؟ في الاستاك بتاعتي. طيب اول حاجة عايز يطبع لي السايز بتاع الاستاك الاول من قبل اي حاجة، بعديها هيبوب لي اول رقم
هنشوف هي بوب فعلا اخر رقم احنا دخلناه ولا لأ. بعديها بوب رقم بعديه، المفروض يبوب يطلع لي الرقم اللي هو كان قبل الاخير بقى، عشان احنا طلعنا الاخير خلاص. بعديها اعمل كلير الستاك واشوف السايز بعديها كام، حتى ممكن نشوف السايز قبل الكلير. يعني before ال clear المفروض ال size هنا يديني ايه؟ لو هي 5 شلنا 1 شلنا التاني المفروض يديني 3. تعالوا نرن، هقول له نفس الكلام برضو، 10 20 30 40 50. مش قال لي ال size now بتاعتك 5؟ حلو، عمل لي بوب لأول element اللي هو 50، آخر واحد دخل فعلا. عمل لي بوب لتاني element 40 اللي هو اللي قبل الأخير، يعني خلاص الـ50 راحت، فده بالنسبة له الأخير. الطب بقى واقف عند الـ40. طيب وبعدين السايز بيفور كلير 3، ادي 0 1 2 اللي هو يعني 3 أرقام، ادي رقم التاني. طب ما هو السايز مش هيحسب لي الزيرو معاه، 0 1 2 3 دوت الاندكسز بتاعتها بس، ادي 1 2 3، وطبعا انا شلت الـ4 وشلت الـ5. ماشي، سايز افضل افتر كلير بقت ايه؟ بقت 0. طيب عايزين نتأكد ان الفانكشن بتاعت الكلير عندنا مظبوطة فعليا، يعني هو فعلا مفيش جواها elements خلاص. حلو، انا عملت هنا تاني، هعمل بوب مرة كمان بعد ما عملت كلير ستاك. طيب المفروض ان انا لما اعمل بوب وهي اساسا انت عملها كلير مفيش اي حاجة جوه، تمام، ايه اللي يحصل؟ بس ده طبعا ما ينفعش يتعمل، يعني انا ده ما ينفعش اعمله. ليه؟ هو اصلا هيوقف لي البرنامج عشان هو مش هيبقى جواه اي elements يعمل لها بوب. تاني حاجة المفروض اليوزر يكون عارف دوت من البري كونديشن، ان هو اساسا يجي يعمل هنا if ال stack not empty يعمل بوب. حلو، ايه تاني؟ بس فانا عايز بس اوريكم ان الفانكشن بتاعت الكلير مظبوطة. دوت اللي انا بحاول اعمله لما جيت هنا عملت السايز جوه الوايل لوب. ما انا ممكن الوايل لوب تمشي وتبقى فيها حاجة مش مظبوطة وفي الاخر الاقيه بيقول لي كده هنا ان السايز ايكوال زيرو، ايكوال زيرو سوري، وخلاص كده يطبع لي الزيرو بره وخلاص. بس هي فعليا من جوه لسه ما يعني ما عدت وراحت في الوايل لوب ديت. في هنا حاجة غلط في السنتكس ده، او انت عامل حاجة غلط فالفري بتاعتك ما بقتش مظبوطة، فاهمني؟ عشان كده انا كنت عامل السايز جوه عشان اتأكد ان هي كل لوبة فعلا عدت عليها. طيب تعالوا نجرب اخر مرة، هو فين لسه مفتوح؟ ماشي run. دلوقتي ادي 10 20 30، المفروض ان هو هيوصل اخر حاجة يجيب لي السايز بعد الكلير، وهتلاقي البرنامج بتاعي واقف خرف مستني. انت عايز تعمل بوب لحاجة مش موجودة، انت بتاكسس مكان مش متاح لك مش عندك، يعني هو هنا ما قاليش ان البرنامج خلاص بقى تمام، لا هو واقف مستنيني يعمل اي حاجة. البرنامج واقف ما بيعملش اي حاجة، حتى لو دوست ولا اي حاجة، هو كده واقف انه انت بتاكسس مكان مش مكانك. زي بالظبط بالظبط لما تيجي تعمل ايه، لما تيجي تعمل هنا سكان اف وبدل ما تنسى تحط الادرس تيجي تران، لو حطيت له هو فين تيجي تران 10 مثلا 20، هتلاقي مش راضي يكتب بعديها انت اكسست مكان مش مكانك، فالبرنامج بتاعك حصل له كراش. تمام، بس ده كده الستاك، ويا رب تكونوا فهمتوه. كان في حد قال لي ان هو بيكون عايز الاكواد ديت، فانا ان شاء الله بس نخلص الكوزات اللي علينا هتلاقوني رفعت تحت كل فيديو، عدلت في الديسكريبشن بتاعه عدلت فيه ورفعت لكم كل الفايلات دي معايا، كل الاكواد دي معايا. بس شكرا وربنا يوفقنا ان شاء الله في الامتحانات اللي جاية دي، وشوفكم الفيديو الجاي.